السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم عاصم منصور من شركة أوربكس في النظرة اليومية للأسواق اليوم 4 يناير 2024، واستكمالا لتوقعات الدولار الأمريكي وبعد صدور نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالأمس، والتي أظهرت أن هناك العديد من الأعضاء يرون أن معدلات الفائدة المرتفعة للغاية قد تؤدي إلى وجود مخاطر على النمو الاقتصادي، سجل الدولار الأمريكي بعض التراجعات في ظل تسعير الأسواق اقتراب موعد خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، والذي قد يكون خلال اجتماع شهر مارس المقبل في حال أثبتت البيانات الاقتصادية المزيد من الضعف، وعلى رأسها بيانات التضخم وبيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها بنهاية هذا الأسبوع، والتي سوف نقدم لها تغطية حية على مدار تداولات الأسبوع. وانتقالا إلى التحليل الفني، نلاحظ أن مستويات المقاومة تستقر عند مستويات 102.50، ومن المتوقع أن نشهد بعض التصحيحات الهابطة في حال فشل الدولار الأمريكي في اختراق تلك المستويات، ومن المتوقع أن يواصل الدولار الأمريكي تراجعه إلى المستويات 101.20 في حال فشل الدولار في اختراق هذه المستويات. وانتقالا إلى تداولات اليورو دولار، من المتوقع أيضا أن نشهد استمرار للهبوط الحالي بشرط ألا يتم اختراق مستويات 977. في حال اختراق مستويات 977، قد يعيد اليورو دولار اختبار خط الاتجاه الصاعد المكسور على الإطار الزمني الساعة، ومن ثم البيع من جديد باستهداف مستويات 895. وانتقالا إلى تداولات الاسترلين دولار، من المتوقع أن نشهد تراجع للزوجة الاسترلين دولار بعد إعادة اختبار خط الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الـ4 ساعات إلى مستويات 1.2620. وبالنسبة لتداولات الدولار ين، وبعد كسر خط الاتجاه الهابط، من المتوقع أن يستمر التصحيح الصاعد إلى مستويات 144.90. وبالنسبة لتداولات الذهب، من المتوقع أن نشهد استمرار للهبوط إلى مستويات 2030 مرة أخرى بشرط ألا يتم تجاوز مستويات 2060. وأخيرا بالنسبة لأسعار النفط، ننتظر تكون قمة عند مستويات 73.70 للبيع واستهداف القاع الأخير المتكون عند مستويات 69.75. كانت هذه نظرة سريعة للأسواق، أتمنى لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.